هلا بالفيديو هيدا بدنا نشوف الكماله للفيديو الاول. بالفيديو الاول شو اخذنا؟ اخذنا ديفينيسيون للافيه فوتو الكتريك وشفنا الكونديسيون لحتى يكون في عندي افيه فوتو الكتريك. بهيدا الفيديو رح نعمل الانتربريتاسيون مثل ما قلنا. La découverte de l'effet photoélectrique par Hertz n'a pas une interprétation avec la théorie ondulatoire physique classique. فإذن بوقت هرتز بال 1887 ما كان بعد في الفيزيك، كان بعده بالاوبتيك تحديدا، كان في عندنا مكتشفين بعد لحد التيوري اونديلاتوار اللي هن احنا بنسميه الفيزيك كلاسيك، ما كان في اي تيوري جديده، فلذلك كانت عاجزه التيوري اونديلاتوار على تفسير الافي فوتو الكتريك. فلذلك هن اكتشفوا الافي فوتو الكتريك بالهرتز يعني وغيره، اشتغلوا على الافي فوتو الكتريك ولكن بقيت لعند العالم الالماني ماكس بلانك. En 1900, Max Planck, pour expliquer l'émission photoélectrique, a proposé le postulat suivant. مشهورة هو appelé postulat de Planck. حتى postulat مسلمي. شو بتقول هيدي postulat؟ Postulat de Planck. Les échanges d'énergie entre la matière et les ondes électromagnétiques ne peuvent se faire que par des quantités multiples d'une quantité appelée quantum d'énergie. Les échanges énergie d'énergie sont alors quantifiés. C'est la théorie des quanta. من هون مع ماكس بلانك بلش شيء اللي نحن بنحكي عنه، بنقول فيزيك الكم او ميكانيك الفيزيك الكم، يعني عن الكوانتا، تيوري دي كوانتا. بيقول بلانك بالانتربريتاسيون اللي له، حط البوستيلا وعم بيقول انه هون في اشانج انرجيتيك انت لا ماتير اي لي زوند الكترومغنيتيك. يعني نحن هونيك ضوينا على عملنا اكليراج للزنك او لاي ميتال بالفيسو كونفينابل. هيدا الفيسو كونفينابل بيقول لنا لحتى يعمل افي فوتو الكتريك لازم يصير في اشانج. شو يعني اشانج؟ سيتادير كو لا ماتير غاني او بير دي الكترون لورسكي لي اكسبوزي دين راديياسيون كونفينابل. هلا عم بيقول هون انه في اشانج انرجيتيك. بلانك اول واحد حكي عن الاشانج انرجيتيك. طيب هذا الاشانج انرجيتيك بصير مع اي انرجي، مع اي راديياسيون؟ اكيد لا. هون عم بيقول ما بصير هيدا الاشانج الا مع الكوانتيتي ملتيبل دين كوانتيتي ابيلي كوانتوم دينرجي. الكوانتوم دينرجي مثل ما شايفين عندنا هون، الكوانتوم دينرجي هو الانرجي اللي حكي عنها ماكس بلانك. ماكس بلانك بالتيوري كوانتا اللي له قال انه في عندي شيء اسمه كوانتوم دينرجي، كميات او بتيت باكيت من انرجي. وقال الانرجي سونت الور كونتيفيي. كونتيفيي بيعني عم بيعرف لنا كونتيفيي سينيفيي valeur spécifique. بس قول انا انرجي كونتيفي يعني انرجي سبيسيفيك. دي فالير سبيسيفيك يعني دي فالير ديسكريت بين ديتيرميني محددين. بقول هيدي الانرجي وهيدي الانرجي، يمكن بيناتهم ما في انرجي. فاذا هيدا اللي حكي عنه ماكس بلانك. طيب حكي عن اشانج انرجيتيك، انه الماتير بتربح وبتخسر الكترونات لما بوجع عليها ضوء. طيب اوكي، طيب هيدي الكوانتوم انرجي. شو هي الكوانتوم انرجي؟ من اسمها هون اذا بدكم بتيت كونتيتي، بتيت باكيت انرجي. عم بيقول ماكس بلانك بيقول pour une radiation électromagnétique de fréquence nue le quantum d'énergie اللي هي بتيت باكيت انرجي a pour valeur عند ايمي او عند valeur E est égal H nu. فإذا أول واحد هو قال هيدا اللي أنا عم بقول لكم عنه اللي اسمه الكوانتوم دينرجي عنده انرجي هي H فوا ني. الانرجي الـ E هي الانرجي لمين؟ للكوانتوم دينرجي، لهيدي الباكيت اللي أنا عم بحكي عنها اللي قادرة تعمل اشانج انرجيتيك. طيب النيو هي الفريكونس للأون إلكترومانيتيك انسيدونت. طيب الـ H شو هي؟ الـ H اللي اكتشفها هو ماكس بلانك فحط كونستانت سميها اش. طيب هون النيو قبل شوي نحن مرق معنا انه النيو ايجال سي سور لاندا، يعني بصير في عندنا الانرجي لهيدي الكوانتوم دينرجي صارت بتساوي اش نيو هي ذاتها اش سي سور لاندا. كل واحد فيهم هون شو؟ النيو هي الفريكونس دي لا راديياسيون اكسبريمي اون هرتز. في عندنا الاش هو كونستانت دي بلانك، ثابت بلانك، هيدا بلانك الاش هو كونستانت ايجال 6.62 6 × 10 اكسبوزون موان 34 جول سكوند. هيدا
مش للحفظ، هو بيعطيكم اياه دائما بيكون بالحواشي تبع المسابقه. هيدا بنستعمله بس نضربه بالفريكونسي بيطلع الانرجي لهيدا الكوانتوم دينرجي. الاي هي الانرجي للكوانتوم اكس بي مي اون جول، عم بحكي هون اس اي، هو الانيتي بس قول اكس بي مي يعني انا عم بحكي اس اي. اللامدا سي لا لونغير دون دو لا راديياسيون دون لي فيد اي دون لير، السيكل كنتوا بتعرفوها اللي هي السيليريتي دو لا لوميير دون لي فيد اي دون لير. هيبوتيز دو بلانك اينشتاين تيوري دي فوتون، فاذا الاولى شو كانت؟ كانت تيوري دي كوانتا. فماكس بلانك اون 1900 وضع بوستيلا، هذه البوستيلا المسلمه اللي بتقول في اشانج انرجيتيك. طب الاشانج انرجيتيك بين مين ومين؟ بين الماتير وبين الاوند الكترومغنيتيك. طيب اذا الاشانج انرجيتيك بين الماتير وبين الاوند الكترومغنيتيك، طيب اي اوند الكترومغنيتيك بتعمل اشانج مع اي ميتال؟ لا، هون عم بيقول انه في لازم يكون عبر كوانتوم دينرجي مع باكيت دينرجي محددين، وقال هيدي الكوانتوم دينرجي عندها انرجي بتساوي اشني. طيب من بعده اجى تيوري دي فوتون اللي هو مع اينشتاين، بوستيلا داينشتاين. بوستيلا داينشتاين اون 1905 البرت اينشتاين، اكيد هيدا الماني، العالم الماني مشهور البرت اينشتاين، افينا المو دوني l'explication. أعطى l'explication la lumière. شو قال؟ قال la lumière est composée de petites paquettes d'énergie ou corbuscules appelées photons. وهون بلشت الحكي عن الطاقة الفوتونية، بلش الحكي عن الفوتون. هلا بالمناسبة الفوتون مش أول واحد حكي عنه أينشتاين. أول واحد بلوروا بفورميلات هو أينشتاين وحط الكاركترستيك اللي له. عبر إذا بترجعوا لإستوريكمون يعني بتشوفوا بالإستوار بتلاقوا أنه مثلا العرب ابن الهيثم حكى عن الفوتون، قال في عنا جسيم ضوئي. حتى اليونان، عبر اليونان من وقت الحضارة اليونانية في بعض الفلاسفة حكوا عن شيء كان يسموه فوس، هو الجسيم الضوئي كمان، ولكن ما كانوا يتوسعوا فيه. بقي لا عند الكوانتا من بعد بلانك أينشتاين، بلانك ماكس بلانك، إجا ألبرت أينشتاين وحط التعريف للضوء وقال لاليومير كومبوزي دي بارتيكول أو كوربسكول أبلي فوتون. طيب هذا الفوتون اللي حكي عنه أينشتاين شو الكاركترستيك اللي له؟ أن فوتون بصير إن ماس نيل، ما عنده ماس، حسب هذا رأي فوتون. هلا إيه بآخر الاكتشافات عم بيبين إنه لا الفوتون لا قد يكون في ماس. وهون لحد اينشتاين عم يقول اينشتاين انه الفوتون ا ماس نيل، ما عنده ماس، ما عنده شارج، كمان الشارج اللي له نيل، ما قال ماس نيجليجابل، قال ماس نيل، شارج نيل، عنده فيتاس سي 3 فاليس اكسبوزون 8 متر بار سكوند دون لي فيد اي دون لير، يعني مثله مثل اون ما هو اون اكتومانيتيك. واعتمد على النتيجه اللي طلع فيها بلانك. بلانك قال انه الانرجي للكوانتا بالتيوري دي كوانتا، الانرجي للكوانتوم دي كوانتوم دي انرجي قال بتساوي اشني. اجا قال هيدي اللي حكى عنها ماكس بلانك وقال اسمها كوانتوم دي انرجي، اجا البرت اينشتاين وسميها فوتون. فهيدا الفوتون عنده انرجي، عنده اشني، يعني هذه هي الكوانتوم دينرجي اللي عم بيحكي عنها ماكس بلانك، اللي حكي عنها ماكس بلانك، اللي هي تيغال انرجي للفوتون تيغال اش ني ايغال اش سي سي لامدا. فاذا هول كاركترستيك للفوتون اللي قال عنهم اينشتاين، ماس نيل، شارج نيل، فيتاس سي دون لو فيد اي دون لير، وانرجي للفوتون ايغال اش ني. فورميل داينشتاين، هذا كثير مشهور فورميل داينشتاين اللي هو اذا بدكم بفسر بيعمل انتربريتاسيون اكثر للافي فوتو الكتريك شو عم بيصير. الانرجي للفوتون مثل ما بتعرفوا هي تيغال اش ني. فورميل داينشتاين اذا اجى قال عفوا قال انه الانرجي للفوتون تيغال دبليو في زيرو، وما معنى دبليو في زيرو؟ دبليو في زيرو انرجي ديكستراكسيون للميتال بتساوي الانرجي d'extraction plus énergie cinétique maximale. هذه الانرجي سينيتيك ماكسيمال هي الانرجي سينيتيك للفوتو الكترون او للالكترون ليبري. مش احنا عم نقول انه بالافي فوتو الكتريك هي اميسيون للالكترون، بقدر انا اسحب الكترون من الميتال، هيدا الالكترون اللي انسحب من السيرفاس دو لا ميتال او دو ميتال ممكن ياخذ فيتاس، هيدا الفيتاس وهو عنده هذا الالكترون عنده ماس بالفورمول اندومي ام في كاردي حيطلع عندي انرجي سينيتيك. طيب فاذا فورمولا داينشتاين انرجي للفوتون ايتيغال دبليو في زيرو بلس انرجي سينيتيك ماكسيمال. طيب
حنبلش اذا كان الفوتون انا عم بوجه راديشن. طيب اذا الفوتون اول حاله فهمي هيك اه سي الانرجي دو فوتون اي بلو بيتي ك دبليو زيرو. هيدا بيكون مثل ما حكينا قبل انه بيكون هيدا الراديشن هي انكونفينابل, يعني ما بيقدر يعمل ابدا في فوتو الكتريك. وبالتالي بيقلنا با دي ميسيون فوتو الكتريك, لي فوتون اي ريفليشي بيضربوا بيعكس, يعني ما بيمتصوا الميتال. والالكترون تبعول الميتال الموجود على السيرفاس ني با اراشي دو ميتال, ما بيقدر يطلع. فهالحاله لما بتكون الانرجي للفوتون اصغر من الدبل في, هلا هني ثلاث حالات, او بدها تكون اصغر او بدها تكون بتساوي الدبل في زيرو او بدها تكون اكبر. اول حاله اصغر من دبل في زيرو, اي انرجي اصغر من دبل في زيرو هي الفوتون. هيدا الفوتون ما بيقدر يقلع الكترون, وبالتالي ما بيقدر يعمل افي فوتو الكتريك, يعني بنقول عفينا نسميه فوتون انفكاس غير فعال. الحاله الثانيه سي انرجي للفوتون اتيغال اكزاكتمون دبل في زيرو. طيب إليا إن إميسيون فوتو إلكتريك, صار عندي إفي فوتو إلكتريك. طيب مش بس هيك, طيب إذا عندي إفي فوتو إلكتريك شو يعني إفي فوتو إلكتريك؟ قدرت سحبت إلكترون. طيب سحبوا للإلكترون الفوتون شو عمل؟ بالأول عمل ريفليشي, عمل ريفليكسون. هل بالتاني عمل ريفليكسون؟ لا, بقلنا الفوتون إيه أبسوربي امتصه من قبل مين؟ من قبل الميتال. والإلكترون إيه أرشين ألع من سيرفاس للميتال, ولكن من دون سي لانه صادفت الانرجي للفوتون اكزاكت قد الدبل في زيرو. وبالتالي اذا الدبل في زيرو قد الانرجي للفوتون معناتها الانرجي سينيتيك هي زيرو, والانرجي سينيتيك ماكسيمال هي ان دومي ام في ماكس او كذا للالكترون. فاذا الماس موجود الفيتاس بكون مش موجود. فبهالحاله بيكون في عندي اميسيون فوتو الكتريك, الالكترون ارشي de la surface du métal mais sans vitesse initiale, يعني sans énergie cinétique maximale, ما عنده énergie cinétique. الحالة الثالثة فإذا أصغر أدى, إذا كان أكبر شو حيصير؟ بقلنا il y a une émission photoélectrique. فإذا في عندي effet photoélectrique, عندي سحب إلكترون, le photon est absorbé, نفس الحالة اللي فوق, الإلكترون est arraché de la surface du métal avec une énergie cinétique maximale اللي هي EC اكبر من زيرو, لانه هيدي الانرجي للفوتون هي اكبر من هون, فبتوزع على الدبل في زيرو على انرجي سينيتيك. فهول الحالتين فيهم اميسيون فوتو الكتريك, هي الحاله ما فيها اميسيون فوتو الكتريك. فاذا ليكون في اميسيون فوتو الكتريك لازم تكون بكل بساطه الانرجي للفوتون اكبر او بيساوي هون وهون. اصغر من دبل في زيرو طاد في فوتو الكتريك, قد الدبل في زيرو في اف فوتو الكتريك, في الكترون ليبري ولكن سون فيتاس انيسيال. اذا كانت قد الدبل في زيرو, اذا كانت الدبل في للفوتون في سمي دبل في للفوتون ما في مشكله. اذا كانت الاي للفوتون اكبر من دبل في زيرو بيكون في اف فوتو الكتريك, الفوتون ابسوربي absorbé par le métal. لو بيمتصه بياخد الإلكترون بياخد الطاقة فيه وبيعمل أرش. فإذا الحالتين اللي هني لازم تكون الدبل في للفوتون أكبر أو بتساوي الدبل في زيرو. هون بهيدا الفيجور إذا بتطلعوا حاطين ميتال, هلا هون الالكترون مش هالقد يعني كبره, بس لحتى بس تشوفوه الالكترون اساسا هو عم نحكي نحن انفرجيسيس 10 اكسبوزون موان 31 كيلو جرام, يعني ماس كثير صغير وما بيبين. هيدا هو اساسا الاتوم ما بيبين, ف بس هيدي توضيحيه بس كبرتها هيك لتشوفوها. عندي هم هون راديشن انسيدونس, هي الاشعه الساقطه اللي انا عم بوجهها. هون بهذا الميتال في عنده دبل في زيرو او عنده نيو زيرو. هون انا اخذت انه النيو اصغر من النيو زيرو. طب اذا النيو اصغر من النيو زيرو حكما صارت اللامدا اكبر من اللامدا زيرو والدبل في اكبر من دبل في زيرو, بهالحاله طاد في فوتو الكتريك لانه هو من هذا الراديشن الانكونفينال اللي هن منا مناسبه. يعني هون ما في اف فوتو الكتريك, لاحظوا عمل ريفليكسيون يعني لا راديشن سي ريفليشي sans émettre ou émettre sans émission photoélectrique. طب الحاله الثانيه, الحاله الثانيه نفس الميتال ماخذينه غيرنا اللامدا. نحن هون اخذنا ني اكبر او بيساوي ني زيرو. هلا اكبر او بيساوي هي الحاله هي اكبر تحديدا, بس هون نحن عم نحكي بكونديسيون هون اكبر, ان ايكواسيون هي اكبر منها لانه في فيتاس انيسيال.
طيب هون الني اكبر من الني زيرو، اللامدا حكما اصغر من الني زيرو، والدو بالفي اكبر من دو بالفي زيرو. هون في الياه يعني في فوتو الكتريك. شو لاحظتوا؟ نزل الرادياسيون، صار في عندنا ابسوربسيون من الميتال، الالكترون موجود على سيرفاس الميتال، عمل ميتال عمل ابسوربسيون لللامدا اللي نزلت للرادياسيون، والالكترون انشلح او طلع عمل اكس راي او اي ار شي. هلا هون طلع افيك فيتاس انيسال، هذا هو الفي ماكس اللي نحن عم نحكي عنه. هيدا الالكترون اللي طلع من له الكترون ار شي او الكترون ليبيري او بنسميه فوتو الكترون، نفس التسميه. طيب فاذا هون كان فينا ناخذ هون ثلاث حالات، كان فينا ناخذ نيو ايجال بيمتصوا هيدا الراديوسون الميتال بيطلع بس ما بياخذ فيتاس انيسيال. هون لا ياخذ فيتاس انيسيال يعني لازم يكون اكبر من دوبل فيزر. فاذا هون في اف فوتو الكتريك، هونيك ما في اف فوتو الكتريك. بويسونس دون راديوسون انسيدونس، شو عندي انسيدونت، شو عندي انا بويسونس. لا بويسونس دون راديوسون مونوكروماتيك انسيدونس اي انسيدونت اي بويسونس، دائما لي بويسونس هي انرجي على الوقت. فاذا انا عندي لي بويسونس ات ايغال انرجي سير طون. طب الانرجي توتال لللوميير حسب ما قال اينشتاين، قال انه هذا الرادياسيون مونوكروماتيك، مونوكروماتيك يعني سيتادير فورمي دين سيل فريكونس او يعني سيل راديياسيون، انا عندي سيل فريكونس ميم لامدا او ميم فريكونس. هيدي مجموعه شو؟ الضوء هو مجموعه باكيت دينرجي او سميناهم فوتون. كل فوتون شو حامل؟ حامل انرجي، الانرجي الكوانتوم يعني حامل انرجي اشني. طيب كم عندي فوتون؟ عندي ان فوتون. فاذا الانرجي توتال بتكون هي عباره عن ان فوا انرجي لفوتون واحد. عندي مثلا مليون فوتون، الانرجي لكل فوتون ضرب مليون. عندي 100 فوتون، الانرجي للفوتون ضرب 100. فاذا هي ان فوا انرجي للفوتون. هيدا عباره عن الانرجي توتال اللي هي بتطلع ان اش ني على الوقت. اكيد اس اي الان هي النمبر توتال دي فوتون انسيدون، انا عم بوجه بواسطه فيسو. هذا الفيسو في انفينيتي دي فوتون، هودي عددهم كل اللي انا عم ببعثهم عددهم ان، الان توتال الافيكاس والمش افيكاس ما عندي مشكله، انا عم ببعث من الفيسو انسيدون. التي هي الطن اكسبريمي اون سيكون، اس اي عم بحكي. لي بويسونس سي البي هي لي بويسونس دون راديياسيون اكسبريمي اون وات. انتنسيتي دي كورون دون لي سيركوي دان افي فوتو الكتريك. نحن بنعرف من الصف العاشر اخذنا انه الشارج هو الانتنسيتي ضرب انتنسيتي الكتريك ضرب الطن. الكيو هي الشارج اكسبريمي اون كولون، الاي هي الانتنسيتي انتنسيتي الكتريك هي اكسبريمي اون امبير، والتي هو الطن اكسبريمي اون سيكون. افيك الكيو هيدا الشارج هو عباره عن شو؟ كل الالكترونات عندهم شارج، الشارج اليمونتير للالكترون 1.6 فاريس اكسبوزون 19 كولوم. طيب اذا انا عندي 1000 الكترون، فاذا الشارج توتال لهيدا الالف هني 1000 ضرب الشارج اليمونتير لواحد. فاذا لما انا بحكي عن شارج، كمية الشارج هي عدد الالكترونات ضرب الشارج اليمونتير للالكترون، مش الشارج الكترون، شارج الكترون هو نيجاتيف. هلا اذا بتضرب هون الشارج نيجاتيف كمزيل الجبريك حيعطيك هيدا الشارج نيجاتيف. نحن ما عندنا مشكله، حناخذ هون نحن الان الان فوا اي هي عباره عن مثل ما قلنا هي الكيو، فححط محل اعمل رومبلاسمون للكيو محلها، حيطلع ان فوا اي ايجال اي فوا تي. طيب شاك فوتو الكترون يعني شاك الكترون ليبيري اي ارشي بار ان سيل فوتون، يعني اذا نزلوا سيمولتانيمون بنفس الوقت نزلوا اثنين فوتون مناسبين، اثنيناتهم حاملين نفس الانرجي اللي بتأهلهم يقلعوا، اذا ضربوا بنفس الوقت واحد منهم بيقلع الثاني بيكون نو افيكاس. فاذا شاك الكترون ليبيري ارشي بده ينقلع من واحد فوتون، يعني بس فوتون واحد بيقلع الكترون واحد. طيب بالمحصله اذا انا عندي عدد قديش عدد الالكترونات الارشي هن عدد الفوتون شو؟ فوتون افيكاس. فوتون افيكاس الفوتون اللي بيقدر شو يقلع الكترون، شو بنسميه؟ فوتون افيكاس. فاذا عدد الفوتون افيكاس هو عدد الفوتون عدد الالكترون ليبري. حيطلع هون عندي
الان هي الان للفوتون افيكاس يعني الان للالكترون ليبيري مثل ما قلنا راح نعمل رومبلاسمو حيطلع عندي ان اي ايتيغال اي فوتي بالخلاصه حيطلع اي ايتيغال ان فوا اي سير تي. انتبهوا للان افيكاس، الان افيكاس غير الان العاديه، لما بقول ان عاديه هي الان توتال اللي نازله اللي نازل افيكاس ونو افيكاس، بينما لما بقول عن ان افيكاس هني بس عدد الفوتونات اللي قدروا يعملوا اميسيون فوتو الكتريك. أكيد الان كتعريف هي نومبر دي فوتون افيكاس، الاي هي لا شارج اليمونتير هي 1.6 فوا 10 اكسبوزون موان 19 كولون، الاي هي الانتنسيتي للكورون الكتريك اكسبيمي اون نومبير. هون هيدي اللي كنا عم نحكي بالسيميلاسيون اللي شفناها، هون وضحتها اكثر. هيدا البلاكيت اللي احنا وجهنا عليه الالترا فيولي، نحن ماخذين الالترا فيولي، هون في انود وهون في كاتود. لما وجهت عليه شو صار الليمير شو عمل؟ سحب من البلاكيت سحب الكترون، لما سحب وين راحوا؟ اعطاهم فيتاس انيسيال ومشوا بالفيد لعند الثاني، كاني عملت ليازون بين اول البلاكيت والثاني بين الانود والكاتود، فمش الالكترونات من هون لحتى هيدي موصوله على البول بوزيتيف اللي هو فقير كثير بالالكترون بحاجه لالكترون ليسحب الكترون، فمشوا الالكترونات هيك مشي بعكسهم تيار كهربائي وهذا كونفونسيون مونديال. فاذا هون كمان الانرجي سينيتيك اذا بتلاحظوا على هي الفريكونس هي الفريكونس اف زيرو، سميناها نيو زيرو ما في مشكله، هون هي الاف زيرو هيدي اللي منها وبتطالع شو بصير في اف فوتو الكتريك وبصير في انرجي سينيتيك. الان هون هي سينيفي الانرجي سينيتيك للالكترون ليبري. في عندنا الرونديمو، الرونديمو كونتيك هي عمليا معنى بمعنى بيجي الخساره يعني قد ايه قد ايش فعال. سواء لي رونديمو كونتيك سي لا سي لي رابور انتر لي نومبر دي فوتون افيكاس اي لي نومبر دي فوتون نو توتال انسيدون. الار رونديمو هي ان افيكاس يعني عدد الالكترون ليبري على الان توتال اللي وصلوا كلهم مع بعض، هي ان افيكاس على ان. مثل ما بتعرفوا الان افيكاس هي اصغر او بتساوي ان افيكاس هي اصغر او بتساوي ان افيكاس هي اصغر او بتساوي ان، فبيطلع الرونديمون هو اصغر او بتساوي ان. اسبي دو لا لوميير، هلا من قبل 1900 كان في عندنا مثل ما قلنا بالفيزيك الكلاسيك قبل ماكس بلانك وقبل البرت اينشتاين كان عم يشتغلوا مثل فريني وفلينل وشو اسمه هيرتز وهالوش وكلهم هؤلاء كلهم اشتغلوا وطلعوا اشتغلوا كلهم على على الضوء ماكسويل وغيره، كانوا عم يشتغلوا ضمن تيوري سميناها نحن تيوري الفيزيك كلاسيك او تيوري اونديلاتوار. من بلانك وطلوع بلش الحكي عن الفيزيك الكم، يعني بلش الحكي عن الكوانتا تيوري دي كوانتا تيوري دي فوتون اللي اجى فيها اينشتاين وبلانك. هودي اجوا حطوا تيوري جديده سموها تيوري ثاني او اسبيت ثاني، صار في عندنا دياليتي اذا بدكم للضوء. الدياليتي اللي هو انه عنده اسبي اونديلاتوار اللي بتفسرنا عندنا دو اسبي، عندنا اسبي اونديلاتوار وعندنا اسبي كوربسكولير. الضوء هو عنده خاصيتين اذا بدكم، الاسبي اونديلاتوار اللي هي اللي فيها بتفسر الانترفيرونس شابيتر ديجا قانون نعرفه والديفلاكسون اللي قبله اللي هن الشابيتر 13 والشابيتر 14. هودي ضمن اي تيوري؟ تيوري اونديلاتوار او الاسبيد اونديلاتوار دي لا لوميير. طيب وفي عنده دياليتي يعني عم بحكي هو عنده خاصيتين، خاصيه اونديلاتوار للضوء والخاصيه الثانيه اللي اجى اشتغل فيها ماكس بلانك مع اينشتاين وقال اشتغلوا عبر الكوانتوم دينرجي او عبر الفوتون وعندها سموها اسبي كوربسكولير. كوربسكولير جاي من كلمه كوربسكول هي هاي اللي حكينا عنها الكوانتوم او البتيت باكيت دينرجي اللي فسر وعملوا انتربريتاسيون من خلالها للافي فوتو الكتريك. فلذلك الافي فوتو الكتريك كانت عاجزة تيوري اونديلاتوار عن تفسيرها، الانتربريتاسيون اللي عملتها الاونديلاتوار هي بس كان للديفلاكسيون والانترفيرونس، بينما تيوري اونديلاتوار كانت عاجزة تعمل انتربريتاسيون للافي فوتو الكتريك، فلذلك كان لابد من تيوري ثاني اللي هي تيوري دي كوانتا وتيوري دي فوتون، واللي عملوا اسمها حطوا تيوري كوربسكولير اللي هي عملوا انتربريتاسيون للافي فوتو الكتريك. يعطيكم العافية.